في الشكل إذا علمت أن جهد ألف باء يساوي 60 فولت، جد قراءة A1 و A2. أولا قراءة A2، فنقول قراءة A2 تساوي التيار الثاني، وبالنظر إلى اتجاهات التيار فإن التيار يساوي التيار 1 زائد التيار الثاني. إذا التيار الثاني نستطيع القول أنه التيار 8 بالعشرة زائد 1.2، إذا 2 أمبير. أما بالنسبة إلى قراءة A1، فإن قراءة A1 بجمع تيار 3 أمبير مع قراءة 8 بالعشرة تجد لدينا 3.8 أمبير. إذا التيار الثاني نجمع قراءة 8 بالعشرة و1.2، أما التيار الأول نقوم بجمع 3 أمبير زائد 8 بالعشرة أمبير. أما بالنسبة إلى المقاوم المكافئة بين ألف وباء، فهي الكلية أو المكافئة تساوي جهد ألف باء على التيار الكلي. جهد ألف باء هو عبارة عن 60 فولت، والتيار الكلي هو عبارة عن مجموع التيارات 3 زائد 8 بالعشرة زائد 1.2، فينتج لدينا 60 على 5. إذا المقاومة المكافئة هي 12 أوم.